بده يحكي مع رفقاتي. ما قلت لك حبل الكذب قصير؟ قل لي أشرف، هلا شو أعمل أنا؟ ولا شيء، لا بقى تتصلي فيه. لك شلون ما أتصل فيه؟ إذا أنا ما اتصلت هو حيتصل، نسيان إنه رقمي صار عنده. إيه مو مشكلة، كبي له هذا الرقم وبجيب لك رقم غيره. مشان الله يا أشرف، والله مو ناقصتك، إذا ما اتصلت حيشك إنه فيها إنا. إنا؟ إيه. هلا زواجنا صار إنا؟ لقيتها. اتصلي بوحدة من رفقاتك بالشام، خليها تطلع لعنا لهون على القاهرة، وبتحكي مع ابنك. أنت سكران شي؟ أنا؟ إيه أنت، لأنه هذا حكي سكرانين. وحدا بيسكر من المياه الغازية؟ اللي عم تشربه مو مياه غازية، هذا كحول. ليك عيونك شلون دبلت. عيوني دبلت من التعب. شو نسيتي خان الخليلي وسيدنا الحسين؟ برمناهم على رجل وحدي، شلون ما بدي تعب؟ لك بزمتك هذا شو اللي عم تشربه؟ عم قل لك مياه غازية، مالك مصدقتيني؟ خدي دوي. ما بدي، خلص صدقتك. لا بالله دوي دوي. خلص عم قل لك صدقتك. المهم هلا شو اعمل مع ربيع؟ ما بعرف، انت امه تصرفي. طيب يعني ما ممكن تلاقي وحده هون بتحكي شامي، تحكي معه على اساس انه هي رفيقتي. محلوله، إلي رفيق شامي له فترة عايشون بالقاهرة هو ومرته. نعملهم زيارة ومنخلي مرته تحكي مع ابنك. وش فكرة برضو يا شادية؟ انت مركب في المتلو لك لمصلحتنا. صاير معلم بكسر الافول يا ابو الفوارس. هو المعلم هذا بالفوز من كتر ما انا مصدي مركب قفل مصدي. اسكت اسكت اسكت. يلا همي شباب همي، اسمه في حدا بالشارع. يلا يا حبيبي. شو هاد شو هاد يا الثلث الرباعي والربع البقياني تحسر، قبرنا الفقر يا شباب. ان شاء الله سيارة تساكنها الغراض. اهم شيء هلا انكتوا المخزن منيح. اهم شغله انه نحن نلاقي المخدرات. انتوا بدكم تدوروا. ابراهيم سكر الباب لنا مش عايز احد يمر. يلا ساعدوني. شو لك انا شو صاير لي؟ ليش ما عم اقدر نام؟ وإذا تخلعني عمران؟ أنا لسه معي مصاري وبشتري اللي أحسن منه. أنا مو لازم أضعف أبداً، لأنه إذا ضعفت بيتقوى علي. لازم ضل مثل ما كنت برا، صخرة فوق صدورهم وأحمض ما عندهم يطفو. هذا خافت حرارة مهدئة، حالتها ما بتخوف بس عم تهلوس كتير. ايه بدها تتعرض لشوية كواليس. ليش قليل اللي شافته المسكينة؟ عافية ان شاء الله. الله يعافيك. سلامتك يا ابني سلامتك. قبل ما يشوفوه بيلزم وقت الزنقة.
صار للمخدرات؟ ما لقيت شيء. طيب خلاص خلونا نحن نقش اللي بنقدر نقشه وبوجهنا عند ابو مكرم ما حدا يحصل لنا. يلا ابراهيم انت افتح الباب بس شوي شوي. يلا شوفي ايش. ما في شيء ما في شيء حبيبتي ما في شيء ما في شيء. نامي نامي. وبيقول لي لا عم يشربوا مو كحول. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخي هذا المهم هلا هذا ابو مكرم ما يتاخر علينا ابدا يعطينا حق البضاعة فورا فورا. ولك يا حبيبي ليش لا يتأخر؟ الرجل ناطرنا ومعه مصاري، بنسلمه البضاعة بيعطينا مصاري على آخر تكة، صح صح ولا لا؟ لا إلا لنشوف. ييخ عم تعرف تسوق أنت؟ ألو مرحب مكرم شلونك؟ الله يعطيك العافية، كيف صحتك؟ ليك اليوم جايبينك بضاعة يعني على كيفك ها، بس أنت كمان بحبح المصاري شوي. لك على راسي ابو مكرم. ايه انا والشباب انا وسعدون وبرهوم. سلم لنا عليك. بيسلموا عليك كثير. يلا دقيقتين بنكون عندك. على راسي ابو مكرم مع السلامه. اكل يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا كاكا حجلكم جاوبوا حسوننا. كاكا حجلكم. الولد اللي فيه جرح بوشه اسمه سعدون شو؟ ما حدا بيعرف سيدي. ورفقاته؟ رفقاته في منهم قالوا انه بشوفوه ماشي بالطريق لحاله، ومنهم قالوا اني على طول بنشوفه ماشي مع اثنين من عمره شكلهم زعران وجقرين بس ما بيعرفوا اساميهم. ولما واحد دلنا على بيت سعدون طبعا فورا حاصرنا البيت وكبسنا طلعوا تاركينه. سألنا بالاوتيلات اللي بالمنطقة ما عندهم حدا اسمه سعدون. يمكن سعدون مو اسمه الحقيقي. ما نحن سألناهم سيدي اذا في عندهم نزيل في جرح بوجهه. ما في. طيب سألتوا بالقرى المجاورة؟ طبعا سألنا ما تركنا محل. نفس الشيء سيدي ما في. اكيد هدول اخذوا بيت تاني وتخبوا فيه. يعني نزلوا على الشام؟ ما بعتقد سيدي. الدوريات من امبارح الظهر مزروعه على طريق الشام وبيروت، ولو كانوا نزلوا على الشام كانوا كمشوا. طيب ممكن يكون بعد ما عملوا عملتهم الوسخه نزلوا دغري على الشام، وبهيك حاله ممكن نفقدهم. ما رح نفقدهم سيدي. بمجرد عرفنا اسمائهم الحقيقيه رح نكمشهم. ومنين رح تعرفوا اسمائهم الحقيقيه؟ وسيلتنا الأولى سعدون، يعني جرح اللي بوجهه. بس من بعد إذنك يا ريت تخبر كل أقسام الشرطة بالشام يتفقدوا الفنادق اللي عندهم. ممكن يكونوا راحوا لحلب، لحمص، لدير الزور. يعني بدنا ننقض كل فنادق القطر؟ إذا في طريقة تانية أنا جاهز سيدي. هدول مو مجرمين وبس، هدول حاملين الموت للناس وعم يتنقلوا فيه، ولازم نلحقهم قبل ما تتسع دائرة الموت. هذا اسمه الإيدز يا نزار، الإيدز. اسمعني منيح، بتخلي المساعد إيهاب يمسك قضية المهربين اللي اشتبكتوا معهم، وانت بتتفرغ لي لهدول الثلاثة. حاضر سيدي. سيدي في خبر رح يزعجكم. خير إن شاء الله. العنصر عماد بسلامة راسك. مات؟ الله يرحمه. بس وحياة عينك لدفع هون الثمن. يا شباب الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. قلتلك سعدون رح ينفوت. لا تخاف عليه، سعدون فلهوي وبيعرف شلون يدبر حاله. فارس أنا خايف يمسك ويفسد علينا. خلصنا ابراهيم، لا تكون جبان الله يخليك. خلاص ابو حالك شباب. بعدين انا متاكد انه نحن رح نلاقي محل ما متفقين انه نشوفه. عرفت شلون طلع قبلنا قبل طلوع الضوء؟ ولا لا لا تخاف. الله يستر الله يستر. هلا اهم شيء انه نحن نلاقي بيت نستاجره بسرعه، ويا ريت يكون عربي يكون احسن بكثير. لو ثلاث ارباع الاجهزه المهربه طايره. يا على الصباح المعكر والحشيش والبودرة طاروا كمان؟ لا الظاهر ما لقوهم، تأكدت محلهم قبل ما اجي خبرك.
والله لجيب خبرهم، ما في غيرهم هدول الثلاثة. اسمع، بتاخذوا رجال تنكتوا لي البلد فوقاني تحتاني، بتجيبون مكبلين بحبال. تحرك شبك، ما تتحرك. معلم ابو فوز، انا برايي انك ما تطلع من البيت بهالكم يوم، لانه في واحد من رجال الامن اللي داهمونا كانت اصابته خطره وراح فيها. هذا غير الشرطي اللي مات، يعني صار في اكثر من جريمه قتل يا معلم، يعني حبل مشنا. خايف علي ولا على حالك اذا لقطوني تروح فيها بالرجلين؟ لا يا معلم ابو فوز، الله يسامحك، والله خايف علينا حجوز. لا تخاف سيدي، لا تخاف، بعدين عندنا شغل ثاني. يلا تسهل، الله معك. اكرم علي، اعمل اللي قلت لك عليه. بس ايدي اذا خايف علي. اوف يا دار مني اللي ملاني امل، حبه مهما يقسى او مهما حصل، في غدر قلبي صبر، في غدر قلبي صبر، لا ما صبر قلبي انكسر، لا من كسر أصبح حجر. معقول يكون يتجوز؟ لا ما بظن. طيب أنا شو رح أخسر؟ أي شو رح أخسر؟ ولا شيء. بس أنا أذيته، أنا. طيب طالما هو سامحني وما بلغني الشرطة لما خطفته، معناته بجوز كون لساتني جوات قلبه، حتى لو كنت برات قلبه. شوفي إذا رحت لعنده على المحل وقلت له مرحبا. مرحبا؟ لا، بقول له نزلت سيديات جديدة عندك. والله صعب عليك يا نوال، صعب. تفضل على المكتب. ليه بتكون صباح الورد.
أهلين صباح النور. جبت لك معي مجلة مشان تسلي فيها. أنا قريتها. فيها كثير شغلات حلوة. تسلم فوقك. شكرا. تفضل ارتاح. يعني ماني حابب اقطع عليكي خلوتك. لا لا ما في مشكلة، عاود نحكي شوي. عاود. يخرب بيته من حاله. طبقه والله. كيفك أنسينا هيدا؟ إن شاء الله صرتي أحسن. ليش بني أنا؟ لا لا مو قصدي، بس يعني دائما بشوفك قاعدة لحالك ومنزوي، بس انبسطت كتير وقت اللي شفتك عم تحكي مع مايا ومع مريم. هن اللي حكوا معي. مثل مو أنا اللي حكيت معك، ما هيك؟ أنت إنسان لطيف، وعن جد كبرت بعيني لما واجهته لكاظم الزفت. كاظم مسكين عايش تناقض عجيب بحياته، عايش كإنسان كان مهم ومصر يضل مهم، وكإنسان حامل المرض وما في أمل منه، يعني مثل اللي معه انفصام الشخصية. أنت مثقف سيد منيب. أنا معي شهادة جامعية. طيب شو اللي جابك على المصح؟ عن اسمك. كيفك أحسن؟ صباح الخير. صباح الخير. Oh,
لونه نبيل. هذا بكرهه، كيف بدي خليه يوصلني؟ أهلين وسهلين. مرحبا. أهلين يا صبايا، أهلين وسهلين. اشتقنا لك. كنت بتمنى أجي بغير هالمناسبة. والله أنت بنت حلال، اليوم كنت بدي أتصل فيكي مو مشان شغلة مايا ومريم، مشان شغلة تانية. خير شوفي؟ لا، شوفي مايا ومريم أول بعدين بنحكي. هلا احكي لي شو أخبارك؟ طولتي الغيبة علينا. شلون شايف حالك اليوم؟ مين الشارة هي؟ هي المصلحة الاجتماعية ومع بنات أخوها. مصلحة اجتماعية؟ ايه، هي اللي عملت دراسة عن مرضى المصح من فترة. دراسة؟ ايه، دراسة عن المرضى وكيف انصابوا بالإيدز. وشو جاي تعمل هون؟ دريت بقصة مايا ومريم وجاي تطمن عليهم. أيوة، فكر جاي تعمل علينا دراسة. بجوز. شو هاد؟ عم قول بجوز. الله يطعم تقرب علي شي حلو والله. ومنو هذا الشاب اللي اجى قبل بشوي وسأل عن المديرة؟ هذا الأستاذ سمير، خطيبة للأنسة سلمى. ها؟ يعني جايب العيلة كلها معها. ها؟ جايبتهم معها وناس معتن يا حبيبي. طيب عن إذنك. تفضلوا. صباح الخير. صباح النور. الأستاذ منيب، الست سلمى. أهلا وسهلا، تشرفنا. يا هلا. تفضل تفضل ارتاح. تفضل. تعي لهون، وين رايحة؟ خليكي انتي هون. وليش بقى أختي؟ لأنه في حديث خاص بيناتهم وأنتي ما بصير تسمعي. أمري لله، بعد أنا وياكي بستناهم هون. لا حبيبتي ما حذرتي، لأنه أنا بدي أطلع أشوف مريم شوي. إيه بشوفها معك. خولة خلصنا بقى، ما بطول. إمتى بدي أكبر بقى؟ مرحبا يا حلوة. شو رأيك تقعدي معي لبين ما تجي أختك؟ بس أنا ما بعرفك. إنتي اسمك خولة وأنا اسمي منيب، هاي تعرفنا على بعض. نبيل بالبيت بده شي نص ساعة ليجي. شو بقدر اخدمك انسة نوال؟ السيارة جاهزة؟ طبعا جاهزة. عندي مشوار. يعني بدك تضل معك ليخلص مشوارك؟ بتضل بالسيارة لبين ما اخلص. مرحبا. اهلين. سلامة قلبي. طمني كيف صرتي؟ ايه مايا، استقبلي كمان. قلت لها انه معي ايدز حتى يتركوني. وما تركوكي. ما عاد سألت، صار بدي اياهم ياخذوا الفيروس مني. ان شاء الله رجال الدنيا كلها بتنصاب فيه. غلط يا مايا، غلط. ما قدرت عليهم، ما قدرت مشان ما يأذوا مريم. كوني محلي، شو بتعملي؟ انا انتقمت من دون غصب عني. تعالي ننزل لتحت شوي، شو رأيك؟ خولة، انت بتحبي المدرسة؟ يعني بحبها وما بحبها. هلا بدي اسألك سؤال، انت معك الايدز؟ أنا معي إيدز. بتعرفي شو يعني إيدز؟ لا ما بعرف.
بس بعرف انه رامي ابن عمي سلمى مات بالايدز. ابن عمتك مات بالايدز؟ ايه، وامه هي اللي اجت معي انا واختي خلود. هلا هي عمتك؟ ايه، ومثل امي. كيف صار معك الايدز؟ خولة انت باي صف؟ انا بالصف السابع. بس كيف صار معك الايدز؟ بكير عليك لتعرفي. شو يعني؟ خولة انت لازم تحبي المدرسة كتير، ولازم تهتمي بدراستك عشان تطلعي متعلمة، والله يبعد عنك الايدز وكل الامراض. يعني ما بدك تحكي لي؟ خلص خلص انتحر. عن اذنك، اجت اختي خلود. خليكي قاعده معي. بتعرفي خولة انا اختي الصغيره قدك وصف سابع كمان. وشاطره بالمدرسه؟ شاطره كتير، واختي الاكبر مني دكتوره ومتجوزه، وانا معي جامعه. لكن كيف صار معك الايدز؟ عفوا. لا لا ولا يهمك، خليكي خليكي عم يحكوا مع بعضهم، خليكي شوي. هدول ما بيعرفوا الله، لو بيعرفوا ما عملوا هيك. اكيد حبيبتي، لهلا زعلانه يا ماي. المهم انهم اخذوا عقابهم بالدنيا، ولسه بكره عقابهم بالاخره اكبر بكتير. كيف يعني؟ لكي حبيبتي، انت امتى ما حسيتي حالك انك مشتاقتي لي وبدك يعني اجي لعندك اتصلي فيني. انا هلا بترك لك رقم موبايلي ورقم البيت كمان، ماشي؟ بس انا ما رح ضل بالمصح، حانزل عند ماما عيش معها. ما عاد حبيت المصح. ايه بيكون احسن هيك، لانه ساعتها بيصير فينا نجي لعندك وتجي لعنا تزورينا كمان. تعي لعرفك على ناهد، هو صحيح تعذبنا اللي قربنا منه بس كثير حبابنا. ايه تعي. مرحبا. أهلين. أهلين. ناهد خلود. أهلا وسهلا. تفضل. لو سمحتي نوال، أنت بتعرفي إنه كل شيء بيناتنا انتهى من زمان. أنا مو جاية إلا لسلم عليكم بس. حتى السلام مو من حقي ولا من حقك. أنا ارتبطت ومشي الحال. أنسي نوال، تتضايقي إذا قلت لك زعلان منك؟ مو جاي على بالي أحكي. أنا بعرف اللي بيوعي بيوفي بوعده، وخاصة إذا كان بنت سيادة اللواء معلمنا كلنا. ليش أنا بشو وعدتك؟ وقت اللي خطفت لك تامر ما وعدتيني نتغدى سوا ونحكي؟ لهلا ما نسي. معقول أنسى وقلبي متعلق بهالوعد؟ خليه متعلق بالهوى. عزام أنا من وقت قلت لك وبرجع بعد لك يا. بس أنت وعدتيني وبطلت، خليت بوعدي، أنا ما بتغدى مع حدا. طيب على العشاء على فنجان قهوة. فيك تطلع قدامك وانت ساكت؟ يعني ضحكتي علي أشكر خبر، عملتيني مركوب لصار اللي بدك إياه، بعدين كبيتي علي مي باردة وقلعتيني. والله العظيم إني بعزك. الظاهر أنت ما بتفهم. ليش ما بتصدق إني؟ إنك حيوان سوق بدون ما تفتح تمك بكلمة. الله يسامحك. وقف عندك. أمرك. استناني بالسيارة لأرجع، 10 دقايق ما بتأخر. إن شاء الله 10 ساعات. بدي أتحملك شو أعمل. ليش ما خلتني وصلها لهنيك؟ أبصر وين رايحة.
اهلا وسهلا، تفضلي. معناها جاي لعنده. كون برص إن شاء الله. نوال أنا عن جد بحبك. كنت عم تستناني؟ كنت اليوم عم فكر روح دق باب بيتكم. وليش ما دقيت؟ لأنك أنت أجرأ مني، مشان هيك إجيتي. ويمكن لأني بحبك أكثر ما أنت بتحبني. يا بنت الحرام، كنتي رح تخربي بيتنا مشان ترجعي له بالآخر؟ كل هالمخاطرة اللي خاطرناها وقت خطفنا لك إياه، وبعدين إيه؟ بسيطة، بعدك عني كان كابوس وبعدك عني كان مرض. مرضتي؟ كنت رح موت. سلامة قلبي. هذا الطلب مو مني ولا من الدكتور مازن مدير المركز، هذا الطلب من اليو ان دي بي. هن مصرين انه انت تعملي الدراسة، هذا بعد اذنك من موافقتك. بس انا عملت دراستي وخلصت. اللي عملتي عليهم دراسة ماتوا، ما بقي منهم الا مريم وماي. وكم واحد في جديد؟ 4، ناهد ومنيب وكاظم وزهرة بنت من مصر. استماراتهم عندي، بس 3/4 فاضية من المعلومات اللي بتهمنا عنه، وعندي أمل إنك تعبيها، وإنتي الوحيدة اللي بتقدر تعبيها. من عندي دكتورة سلمى، جاهزة للمهمة. أستاذ سمير لو سمحت. لا اتركها على راحتها. على فكرة في مريضين جداد جايين على المصح، واحد منهم بطل ملاكمة معروف، والثاني شاذ، نموذج خاص جديد بالنسبة لك، وهذا النموذج مغري للدراسة أكثر من الكل. ما بعرف شو بدي أقول لك دكتورة، بصراحة أنا ما عرفت إمتى طلعت من المصح. بس لا تنكري إنك حبيتي كل المرضى اللي بالمصح وزعلت عليهم من كل قلبي. فإذا وين المشكلة؟ المشكلة إنه لازم نفكر، وعلى أقل من مهلك. نحن ما لنا مستعجلين. صحيح، قبل ما أنسى لاحظت إنه مايا حاصرة بقلبها كتير. معقول؟ بعد كل اللي صار بدك إياها ما تحصر؟ قصدي ما عم تقول كل شي في بقلبها تجاه اللي صار. حسيت إنه مخبية شي أكبر بكتير من اللي أفصحت عنه. اللي صار تدمير للروح مو للجسد بس، بقى قد ما حصرت قليل. أنا برأيي لازمها مراقبة باستمرار. هذا الكره اللي كان عم يطلع من عيونها بخوف اللي بيعمره ما خاف. معقول أنت سلمى بدك إياها تحب اللي صار بدل ما تكرهه؟ أنت ما عم تفهم علي، هيك صدمة عنيفة ما بتمرق على المصدوم بدون آثار جانبية. إذا مريم الصغيرة لساتها تحت تأثير الصدمة مع أنه ما اعتدوا عليها، مايا بحاجة للدكتور نفسي يخرجها من محنتها. الست سلمى معها حق، مايا من يوم الحادثة لهلأ تغيرت عينها. الدكتور مازن كمان خايف عليها ومنها. خايف عليها مفهومة، بس خايف منها؟ خايف من الكره والحقد اللي عم ينط من عينها بين وقت والتاني. معلوم دكتورة، طالما الدكتور مازن أخصائي نفسي خليه يشرف عليها لبين ما تطلع من حالتها. ايه دكتورة ضروري كتير. خلص أنا بتصل فيه وبلغوا هالشي. هيك اختلف الوضع، هيك جنيتي على حالك، وهيك
أنا صرت أقوى منك. أنت ما كنت خايف إني أنا أكون ارتبطت بحدا؟ يا ترى أنت ارتبطت بحدا؟ أنا قبل ما تخطفوني كنت مرتبط. بمين؟ هي البنت اللي كنت قاعد أنت وياها بالقاسيون؟ بهي عبير. معناته لساتك مرتبط فيها بما أنه عم بدق لك. أولت مبارح فكيت ارتباطي فيه. أول مبارح؟ وعملت حفلة مع الشلة ما انعملت بهالمناسبة. فيك ترد عليها، حابة اسمع شو بدك تقلها، ويا ريت اسمع شو هي بتقلك. تكرم عيونك، وراح افتح لك السبيكر كمان مثل ما كانت تعمل معي وقت كنت احكي معها. أيوة. ألو تامر، أنا عبير. بعرف إنك عبير. تامر أنا عاصفة. على شو؟ على كل شي. كل شي كتير يا عبير، وللأسف ما عاد منه نتيجة. تامر اعتبر إن بابا وماما مو موجودين، قصدي ما بقى رح يتدخلوا بيني وبينك. ما حتقدري، من شب على شيء شاب عليه. تامر بكرة حتشوف إني تغيرت. للأسف يا عبير بكرة مو لإلك. أنا ارتبطت بإنساني كنت حبها من زمان، وبأقرب وقت رح نتزوج. تامر بترجاك تعطيني فرصة. معلش عبير، لو في أمل واحد بالمليون كنت عطيتك فرصة. أنا فعلا ارتبطت، وارتباط أبدي بإذن الله. عموما أنا ما رح أنسى الأيام الحلوة اللي قضيناها سوا أول ما تعرفنا على بعض. تامر أرجوكي يا ريت تسكري الخط. سكرت. شو؟ أنا ماني مصدقة. قصدك إني قسيت عليها؟ بالعكس نوال، خلينا بحالنا. تامر أنا كتير مبسوطة إنه نحن رجعنا لبعض. ومستنى منك تليفون. وين ماشي؟ لسه ما شفتك. اتصل فيني بتشوفني. باي. مع السلامة. والله عفرا عليك لك سعدون، انك شو هيك خطر على بالك تحط اللحشه؟ لك لكان هيك اضمن. لك اخي تركونا من قصه اللحشه وفهمونه، ليه بدنا ناخذ بيت عربي مو طابق؟ لك لا، لانه الطابق اخي كرتون، علبه كرتون، علبه كبريت، حدا بيسكن بعلبه كبريت. اما البيت العربي سياح، نياح، شرح، مريح، اسطيحه، هوايات واللازم منه، يعني نسمع اصوات الجيران وخاصه النسوان، نتناوق عليهم ما حدا بحس علينا. هلا انت وياه ما راح تبطلوا، ما راح تتوبوا ابدا. هلا ساعدوني يمكن تاب، بس انا ما تبت. وانا كمان ما راح اتغير، راح ضل مثل ما انا. خليك بس هلا خلينا نلاقي بيت بسرعه مشان نروح نجيب شنطتنا قبل ما يسكر هذا. رو 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 لسه بكير. لك ما هو بكير، هلا بسكر على الضراب السخن على الغدا. بنلحقوا على العشاء. رجعة مبسوطة كتير. بدي اقول لك شغلة انسي نوال، بس خايف تفهميني غلط. لا انت واضح ما بتنفهم غلط. بعد ما نزلتي من السيارة وتأخرتي اكتر من 10 دقايق لقيت عليكي. مو على اساس رح تستنى 10 ساعات؟ قلت لك قلقت عليكي، قلت لشوف وين رحتي. انت بالصدفة التفت لمحل تامر، شفتك جوا عنده بالمحل. بالصدفة ولا لحقتني؟ لا والله. طب خلص خلص سكر على الموضوع. انت وياه رجعتوا لبعض؟ هذا الشيء ما بيخصك، انت بتسوق وبس. يلا عن إذنكم مريم، مثل ما اتفقنا حبيبتي تحاكيني إمتى ما بدك. ماشي ماشي، فرصة سعيدة أنسنا. يلا معك، تشرفنا. يلا باي باي. على إذنك. مع السلامة. يلا بالإذن. يلا بخاطرك منيب، صرنا رفقة. ها باي باي. يلا عن إذنك، فرصة سعيدة. يا هلا، مع السلامة.
خلود؟ ايه؟ تصدق انه هذاك الشاب ما وقيت؟ شش مشي يخلنا حول يا غنم حول بعد الليلة ليه الله يا غنم حول بعد الليلة ليه حول يا غنم حماد؟ حماد عبد الكافي ما غيره؟ كيفك حسين؟ أهلين بالغايب العائد بس تأخرت كتير. اسمع حسين بدون لا كلمة زايدة ولا كلمة ناقصة ها بعدك ما بتحبني؟ خلينا بموضوعنا موضوعنا؟ ليش انت قلت شي من موضوعنا؟ اختي فوزية الله يستر على الجميع في ناس قالوا لي انك شفتها بالمدينة هذا الحكي صح ولا لا؟ الله يلعنها من شوفي وين شفتها ومع مين؟ ليش اللي قالوا لك؟ ما قالوا لك وين شفتها ومع مين؟ لا ما قالوا لي احكي لك اخي بلاها اسمعها من غيري انت زلمة عصبي وانا قاعد ومفحول احكي ولا احكي ولا احسن عرفتك هون احكي بدون كذب ولا احكي مالي بصنع اكذب عليك جيب المصحف لحلف لك القصة صار اكتر من سنة وبلا ما تسمع سيلو لك لا تطلع الدم لراسي احكي شفتها قاعدة بالبار بار وعم تشرب مع الزباين شو لك مع مين كانت قاعدة اللي مع مين شو معرفني كل يوم مع واحد شكل اخي ما بدي عصبية الله يخليك كمل هذا يا سيدي انا لي اصحاب بالمدينة كانوا يعزموني على بار ناخذ لنا كاسين فيه شفتها فايتي على البار هي وواحد من الطقم وباين عليه مليان وهي لابسه بلوزه وتنوره اخر موضه شو لبس ما صدقت حالي وما خليتها تشوفني كمل كنت بدي اقوم احكي معها واعرف ليش تركت الضيعه بس خفت رفقاتي يعرفوا انها من ضيعتنا وتبهدل قدامهم لك انت عم تحكي عن اختي ولك عن اختي هاي مو اختك لحالك هاي اختنا بس الشيطان شاطر يا صاحبي انا مو صاحبك كمل وبعد يومين شفتها مع واحد تاني بعد كم يوم شفتها مع شاب صغير ما بيطلع عمره أكتر من 20 سنة كمل بصراحة أنا دمي كان يغلي غلي كل ما أشوفها كان بدي أحكي معها أضربها كان لازم أعمل أي شيء بس كنت خايف من الفضيحة وبيوم حطيتها براسي ومشان ما أعمل شيء قدام رفقاتي رحت على البار لوحدي وقعدت استناها ضليت قاعد شي 4 ساعات ما لقيتها إلا فايتة هي وزلمة أكبر من أبوها فوزية مين هذا الرجال اللي معك؟ مين أنت؟ مين أنا؟ أنا حسين أنا ما بعرفه
عن حسين الرضوان نسيتيني؟ قالت لك ما بعرفك، لو سمحت رجع لطاولتك. صرت كذا مرة شايفك هون وكل مرة مع رجال شكل. سكرت امك وانقلع من هون. امك وابوك دموعهم نشفت عليكي، واخوك حماد ما يدرى. منو هذا حماد ومنو انت اصلا؟ فوزية خلاص، منقلع من هون احسن ما لم عليك المحل. ها انقلع.